بالكثير من الحب والتطلع لغد أفضل. احتفل الوسط الشبابي والتطوعي في حضرموت باليوم العالمي للتطوع من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة، فقد شهدت المكلا معرض لأبرز الأنشطة والفعاليات التطوعية التي نفذتها عدد من المؤسسات والمنظمات المجتمعية والفرق والملتقيات الشبابية التطوعية. المعرض يسلط فيه الضوء على أغلب المشاركات والأنشطة والأعمال والبرامج التي تخدم العمل الشبابي والتطوعي بمحافظة حضرموت. ويهدف المعرض الذي تشارك في فعالياته التي تستمر لثلاثة أيام لخلق شراكة مع المؤسسات المانحة. هذا المعرض يقدم فرصة للملتقيات والمؤسسات والجمعيات بعرض ما قدمته في السنوات الماضية في خدمة المجتمع والأفراد وخلق شراكات بين هذه الملتقيات والجمعيات. وشكلت الفرق الشبابية التطوعية عاملاً مهماً في التخفيف من وطأة الأزمات التي عاشتها حضرموت خلال الفترة الماضية من كوارث طبيعية وما تلاها من انتشار للأوبئة والأمراض وانهيار الخدمات الأساسية، ناهيك عن دورها في استقبال أكثر من 100,000 أسرة فرت إليها هرباً من ويلات الحرب من مختلف المحافظات. الجانب التطوعي هو الذي ساعد محافظة حضرموت لتعدي الأزمة، سواء كانت في حالة النزوح لما كان نزوح الناس اللي نزحوا من عدن في أيام الحرب إلى المكلا، كان هناك فائض في الجانب الخدمي والصحي والتعليمي. وتقديرا لتلك الأدوار ودعما لمسيرة التطوع بالمحافظة، كرمت مؤسسة متطوعون وبرعاية حكومية عدد من الأنشطة والمبادرات التطوعية ومنحت أفضلها جائزة متطوعون للعام 2016. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.